خلال هول الثلاث سنين على فكرة أكتر شيء بحس لازم أحكي عنه هو كيف كنت عم بتفرج على كل حدا عم يترك لبنان ويجي لعندي ويحط غراضه عندي بالبيت، كيف بيتي فجأة تحول لأنه مطرح كله شنط. كل شخص حوالي صار ياخذ قرارات انه بده يفل من البلد، اسهل شيء لهم كان انه يجوا على تركيا، كانت ارخص قبل، كانت الحياه فيها اسهل، في كثير عالم بيشوفوا انها بتشبه شوي سقفتنا اكثر. يعني انا بيتي بالضاحيه وربيت بالضاحيه وحتى امي لبنانيه، واذا بدك كمان انا من الطيبه يعني من جنوب وبي تركي، وكنت عايش بلبنان 23 سنه كمعي اقامه، اسمها اقامه مجامله، حتى بيي كمان عاش بلبنان شيء يعني فينا نقول 60 سنة لهلا لأنه هو كمان خلق بلبنان. كنت عايش بعين الحلوة، فقررنا نطلع على تركيا بال 2020، طلعنا على أساس شهر ونص وكفي على أوروبا، فكان في هون تسكير كرمال كورونا، قلت بقعد شوي بجرب بركي لقيت هون وظيفة وصار في إنتاج. فاكتشفت وأنا عم بدور على شيء باللي أنا بشتغل فيه اللي هو الذهب، إنه هن بقبضوني 40% من معاشي بس عشان يابانجي. مثل ما بقولوا انه انا غريب. فوقتها قررت اشتغل بمعمل وصلات اللي هو نفس المعاش وحد البيت عندي. جيت على تركيا انا بال 2015 كرمال اعمل الماسترز تبعي هون. انا مش ناوي ضلني هون يعني لسنين طويله بعد، يعني هي هون منا الوجهه النهائيه. ماسترز ديجري هون يعني ما كان الهدف منها انه اهرب من البلد، يعني اهرب من لبنان، كان الهدف انه اخذ الماسترز لبعدين يعني كرمال الدكتوراه. ممكن الدكتوراه تكون هي الوسيله اللي بتخليني انه بعدين انقل على البلد النهائي، يعني بدي انقل عليه. هلا انا هون عايش باقامه طالب، معظم العالم اللي بيجوا لهون بيعيشوا باقامه سائح. مشكله انه القوانين هون بتتغير كثير، يعني ممكن مثلا يطلع اقامه سائح مره ما بيرجعوا يجددوا له اياها. وصلت حبيبه قلبي، وصلت الاقامه، وصلت. بعد بدنا بس نفرش البيت بس. عم نحاول نرتب خزانة بعد ما شارينا من أسكنجي. هو عبارة عن محل بتفوت بتلاقي عنده اللي بدك إياه وبيكون مستعمل بس نظيف. كتير قصة العنصرية كتير أثرت علينا، لأنه أول شيء ما قليل العالم لتأجر الأجانب. صاحب أندن هو عبارة عن أبليكيشن بتفتش فيها على كل شيء. زلت لقينا بيت على صاحب أندن والأملاكجية اللي حاطة البيت هون تحت البيت هون، فدغري لبست الجينز علي وضليت نزل لعندها. فتت فرجيت إياها، قلت لها أنه نزلتيها من دقيقة. برمت اطلعت فيه، قلت لي يوك أجانب لا ما بتعطينا. قلت له تقريبا شحطتني بلايقة. فرحت بلشنا نفتش لحد لقينا بيت، شفنا البيت تمام بناخده أوكي. وعلى رقم نادي عم نظبط فيه. ما فيك تقول لا، ما فيك تقول لا، لقيت بيت خلص. هالسنة أو سنة الماضية أكتر يعني صار في كثافة بالهجرة من لبنان لهون، صار في مجال يعني واحد يعمل علاقات اجتماعية هون مع لبنانيين. يعني نقلت على تركيا، كانت يعني نقلتي على بلدي، بس هي بنفس الوقت نقلي على بلد يعني ولا مرة عشت فيه. كانت وقتها موجة كبيرة من الشباب اللبنانية عم يجوا على تركيا، في كتير ضل في كتير رجع، لأن الحياة بتركيا مش سهلة كتير. وأنا كمان لغة الأم عربي، فجيت على تركيا اللي هي بلدي بس أنا ما بعرف أحكي اللغة، فصرت اتعلمها من اول وجديد. 90% من اصدقائي اللي موجودين هون حاليا هن اشخاص نقلوا باخر 6 اشهر، كمان حتى باخر 3 اشهر. الاشياء المتاحه هون كثير بتغري الشخص لانه يحاول يستمتع شوي بوقته، بس هيدي رده فعل. يعني ما بلوم الاشخاص جاب، وما بلوم الاشخاص اللي بيطلعوا بدون خطه وبدون مصاري، لكن اسطنبول عن جد منها سهله. بعتبر حالي هيك كنت ضحيه حالي بالفكرة المسبقة اللي كانت عندي انه انا فيني اجي لهون يكون معي 500-600 دولار اجي يبلش حياتي فيه هون. تغيرت الفكرة كلها سوا بس بلشت اقدم على اول ورقة رسمية لإلي هون. يعني الموظف اذا مزعوج من شيء فيه حرفيا مش بس يخرب لك نهارك، فيه يخرب لك مشاريعك كلها سوا. انا اليوم رفضوا لي تجديد الإقامة تبعي، اتصلنا على الرقم بيقولوا لنا إنه رفضت الإقامة، بس لتعرفي بدك تروحي على هيدا المطرح وتعرفي حقوقك القانونية ومعرف شو. في ناس جربت تطلع إقامة هون وراحت عند مكاتب ليطلعوا الإقامة، وطلعت هاي المكاتب نصابة، يعني ال 2000 3000 دولار اللي مطلعين معهم بلبنان صرفون على الإقامة وما طلع لهم إقامة. اللبناني اللي كان يطلع قبل كانوا ماشي الحال ويفتحوا مشاريع صغيرة وتطلع مصاري، بس إنه أنت ناوي تتكل إنك بس تشتغل
ما لك غير المعامل على الإقامة السياحية، ما لك غير تروح تشتغل بمعمل. وأنا مفروض مشتري بيت، يعني مفروض أموري شوي تكون محلحلة ومسيسرة أكتر. بيوم من الأيام متصل بيقولوا لنا في عندكم مشكلة بورقة الدفع. نزلت أنا من قلب كتير قوي عم راجع، أنا دفعت مصاري، ورقة الدفع يلي معي منطقية. فبيتبين لنا بنفس النهار إنه الوصل يلي معنا مزور، كرمال يخترب بيتنا على الآخر، كرمال إجى على باله يقرطك ب $200. يعني أنت لشو بتنتمي؟ أنا عندي انتماء لشيء اسمه لبنان ولا انتماء لشيء أرزي؟ أنا بنتمي لناس. يعني إذا هولي عم يفلوا واحد ورا الثاني، أنا شو بدي بقى أعمل بلبنان؟ ما بيعني لي يعني.